بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامكم سعيدة بتنصيب مولانا وسيدنا وأميرنا علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيامكم سعيدة بعيد الله الأكبر يوم الغدير الأغر. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام قضاء الحوائج لنا ولكم والثبات على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. من أفضل الأذكار التي تقضى فيها الحوائج خلال هذه الأيام، وخصوصا في يوم عيد الغدير، ولو كنت بعيدا عن النجف ولو لم تكن زائرا للنجف لأمر معين، لظرف معين لم تستطع أن تأتي إلى زيارة الأمير علي عليه السلام في النجف الأشرف، وأنت في بيتك قل ما كان يقول آية الله السيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية، فيغيثه الإمام علي عليه السلام ويقضي له حاجته. ما هو؟ أن تقول 7 مرات نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، فكل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي. وكلمة يا علي تكررها 100 مرة، يعني كلما قرأت هذا النداء وتصل إلى كلمة يا علي تكررها 100 مرة، يصبح المجموع 7 مرات النداء و700 مرة يا علي. المجموع بالأخير يكون 7 مرات النداء ثم بعد ذلك 700 مرة يا علي. كلما قلت النداء تقول 100 مرة يا علي، في المرة الثانية، في المرة الثالثة نفس الشيء، إلى المرة السابعة كلما قلت نادي عليا مظهر العجائب، وعندما تنتهي تقول يا علي يا علي 100 مرة. يقول آية الله السيد الكشميري: لم أستخدم هذه الاستغاثة بهذه الطريقة إلا وأجابني مولاي الأمير علي عليه السلام وقضى لي حاجتي. من الآن وصاعدا إلى يوم الغدير لديك حوائج، مهدها إلى الآن، أرسلها من الآن للمولى علي بن أبي طالب عليه السلام. وكما تعرفون أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء للإجابة في عيد الغدير، في يوم الغدير، فحضر جميع حوائجك، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإجابة لنا ولكم. ولا تنسونا من فاضل دعواتكم وصلواتكم، وخصوصا صلاة الليل. برنامج صباحات الأية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.